صارين كنت بجهز للشقة ومنتشارك في هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين. الليلة بعت لها شيء مأوينك بتحكي لي هايني، صار القصف بحكي لها تخبي، الرسالة ما وصلتش. تمام الحمد لله رب العالمين، طلعوا للشهداء وطلعوا الشهداء. المهم رحت بتفرج بدي أودعها، لقيتها بتضحك، قلت والله انك انت احسن مني، والحمد لله يعني شهاده ونلتها وبتبتسم وبيكفينها ماخذه 70 من اهلها، يعني انا اول واحد ايش مزح، وبدها تكون باذن الله باذن الله سيده حور العين ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله على كل شيء، بس الكلمه لليهود الحمد لله على كل شيء. قديش كنت تحبها خطيفتك؟ كثير، صار لي سنتين ونص خاطب دكتوره اسنان، اخذت العبوه تاعتها الحمد لله بتمم عندي تذكار يعني. طبعا الوسع لها ولي اختي روان ولجميع اللي زين استشهدوا يا رب العالمين.